لا تحزن إن الله معنا. وهذه الآية أو الكلمات من آية تشير إلى موقف في الغار، وكيف أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الحقيقة أريد أن أمهد لشرح هذه الكلمات من آية كريمة. الإنسان عنده دافع قوي إلى الطعام والشراب، يأكل فيشبع، عنده دافع قوي جداً إلى الزواج، يتزوج وينجب، عنده دافع ثالث من أهم الدوافع، سماه علماء النفس تأكيد الذات. فأنت تريد أن تكون شيئاً مذكوراً، إنساناً مهماً، إنساناً خطيراً، حاجة أساسية بالإنسان، إنسان يشار له بالبنان، إنسان متفوق، إنسان قوي. فهذا الشعور أو هذه الحاجة بالتفوق يمكن أن تلبى من خلال التدين الصحيح أعلى تلبية. سيدنا الصديق إنسان وقف مع النبي، أحب النبي، أخلص له، رافقه، قدم له ماله، زوجه ابنته. فكان هذا الصحابي الجليل كما قال النبي الكريم: لم تطلع شمس على أحد بعد نبي أفضل من أبي بكر، لم تطلع شمس على أحد بعد نبي أفضل من أبي بكر. لذلك في حديث ورد في البخاري ورد أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها في استخراج الحيل، منهم من رأى حبسه، منهم من رأى نفيه، ثم اجتمع رأيهم على قتله. فأخبر الله نبيه وأمره أن يغادر، والصديق رفيقه، والقصة معروفة أمامكم. أيها الإخوة، عظمة الله عز وجل تتبدى أن هذه الدعوة العظيمة، أن هذه الرسالة الخاتمة، كان من الممكن أن تنتهي بقتل النبي الكريم، لكن دقق في أن هذه الدعوة نجت لا بحرب ضروس ولا بقوى كبيرة، ولكن نجت ولحكمة أرادها الله بأسباب صغيرة. ما الذي حدث؟ أن العنكبوت نسجت نسيجها على فم الغار، وأن حمامة نصبت عشها على طرف الغار، وأن الله سبحانه وتعالى حمى نبيه وحمى دعوته بسبب صغير. وعظمة هذا الدين أن الله يمكن أن يدمر إنساناً بسبب تافه، ويمكن أن تنجو دعوة كبيرة عملاقة بسبب صغير. فإذا كان الله معك فمن عليك، لكن البطولة أنت مع من؟ أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، الآن ولاءك لمن؟ ولاءك لمن؟ الله عز وجل يبين من خلال حديث رسوله أن حقائق الإيمان شيء، وأن حلاوة الإيمان شيء آخر. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان،
أخواننا الكرام، والله لا أبالغ، لو أن أحدنا ذاق حلاوة الإيمان لكان إنساناً آخر. لو أنه ذاق حلاوة الإيمان يغدو بيته جنة، وقد يكون بيته لا يزيد عن 60 متر، وتغدو حياته جنة، وقد يكون دخله لا يزيد عن 10,000 قليلة من الليرات. أكلنا وشربنا واستمتعنا وتزوجنا وأنجبنا وسافرنا، هل حاولت أن تذوق حلاوة الإيمان؟ الصحابة الكرام ذاقوا حلاوة الإيمان، فأصبحوا فرساناً في النهار رهباناً في الليل، حققوا بطولات العقل لا يصدقها، فئة قليلة لا تزيد عن 10,000 تصل راياتها إلى أطراف الأرض. ما لنا أدرانين كمسلمين نحافظ على استقلالنا الآن؟ 5 دول إسلامية محتلة، ليس أمرنا بيدنا، وللطرف الآخر علينا 1,000 سبيل وسبيل. أين عظمة الدين؟ حينما ذاق الصحابة حلاوة الإيمان أصبحوا أبطالاً شجعان، أصبحوا شخصيات فذة. المؤمن يعني للتقريب، اللي درس دكتوراه بيعرف معنى الدكتوراه، لما بتلاقي دال إلى جانب اسم إنسان، ما معنى هذه الدال؟ يعني معه وثيقة إتمام مرحلة ابتدائية، ومعه شهادة إعدادية، ومعه شهادة ثانوية، ومعه مجموع عالي جداً دخل جامعة، ومعه ليسانس، ومعه دبلوم، ومعه ماجستير، ولما نال الدكتوراه ألف كتاب، والكتاب الذي ألفه موضوع جديد لم يسبق إليه. كلمة دال أو حرف دال يعني كل هذا. هل تصدق أن كلمة مؤمن ماذا تعني؟ تعني مرتبة عند الله، مرتبة أخلاقية. كلمة مؤمن تعني مرتبة علمية. كلمة مؤمن تعني مرتبة جمالية. عرف الحقيقة العظمى، عرف سر وجوده، عرف غاية وجوده، عرف لماذا هو في الدنيا، عرف حقيقة الدنيا، عرف حقيقة الإنسان، عرف حقيقة الكون، عرف ما ينبغي وما لا ينبغي، عرف ما يجوز وما لا يجوز، عرف الحلال من الحرام، عرف الخير من الشر، عرف الحق من الباطل. مؤمن مرتبة علمية، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه، ففهمناها سليمان. أخواننا الكرام، يعني مرة قلت لو سأل الطفل صغير وقال لك معي مبلغ عظيم أنا أقدره ب200 ليرة، طفل صغير والده مدرس، عقب العيد قال لك عمو أنا معي مبلغ عظيم يعني 200 ليرة، فإذا قال مسؤول في البنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً يعني 200 مليار، نفس الكلمة قالها طفل فقدرتها ب200 ليرة، وقالها مسؤول كبير في البنتاغون فقدرتها ب200 مليار دولار. فإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق ولا أبالغ، أعظم إنجاز تصل إليه أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. أن تعرفه، أن تعرف كمالاته، أن تعرف أسماءه الحسنى، أن تعرف صفاته الفضلة، أن تعرف رحمته بنا، أن تعرف أنه خلقنا للجنة، وأن هذه الدنيا دار التواء وليست دار استواء، وأن هذه الدنيا منزل ترح وليست منزل فرح، وأن هذه الدنيا من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء،
وأن الله قد جعلها دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ما الذي جعل الصديق يقف هذا الموقف البطولي؟ ما الذي جعل الصديق يقدم ماله كله؟ يقول له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ يقول له: الله ورسوله. صدقوا ولا أبالغ، أنتم حينما تصلون على النبي ماذا تقولون؟ وعلى أسعدنا. والسعادة هدف كل منا. هل خطر في بالك أن السعادة كل السعادة، والراحة كل الراحة، والفوز كل الفوز، أن تصل إلى الله، أن تستقيم على أمره، أن تخطب وده، أن تخدم له عباده، أن تكون في خدمة الخلق؟ واحد ناجى ربه قال له: يا رب، لا يحلو الليل إلا بمناجاتك، ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك. لك عمل صالح لا تبتغي به إلا إرضاء الله. كل واحد منا يتحرك، أما تحركاته تصب في النهاية في مصالحه، يرفع مستوى بضاعته، يزداد ربحه، يكبر بيته، يجمل بيته، يقتني سيارة حديثة، يعمل نزهات، كل هذه النشاطات تصب في النهاية لمصلحته. لك عمل صالح لا تبتغي إلا وجه الله به، لك عمل صالح يخفف عن هذه الأمة متاعبها، لك عمل صالح يقدم لهذه الأمة بعض الخير. لو أن الله أوقفك يوم القيامة ماذا فعلت من أجله؟ أخواننا الكرام، القلب الآن ينبض، ما دام ينبض كل شيء ممكن إن كنت حياً، فإذا جاء ملك الموت انتهى كل شيء، مالك يوم الدين. أنا أقرأ عن الصديق، ما هذه المكانة التي حباه الله بها؟ ما هذا الموقف النبيل؟ في الهجرة يعني كان يمشي أمام النبي يتصور الرصد، هناك من يرصده يمشي أمامه، ثم يتصور من يلاحقه يمشي خلفه، ثم عن يمينه، ثم عن يساره. في الغار دخل قبله ليتأكد. ما هذا الحب؟ أخواننا الكرام، والله الحياة من دون حب ما لا معنى. عندنا أستاذ في الجامعة، أحد خمس أشخاص في العالم في علم النفس، علمنا، فمرة تقاعد أقيم له حفل وداع، ألقى كلمة قال: أي إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا إلى أن يحب ليس من بني البشر. هل تحب الله حقيقة؟ هل تحب عباده؟ هل تحب مخلوقاً ضعيفاً تعينه على صلاح حياته؟ أخواننا الكرام، سيدنا الصديق هو أعلى مؤمن بعد رسول الله. سدوا علي كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، ما ساءني قط، فاعرفوا له ذلك. بطولتك تكون مع الحق، تكون جندي للحق، تكون داعم الحق. الله كريم، أيام إنسان الأضواء مسلطة عليه، بس حوله أناس يعاونونه، هؤلاء عند الله مقربون إلى الله، نحن فريق عمل. والمفهوم الدقيق الآن، يجب أن يكون المؤمنون فريق عمل، كل واحد باختصاصه يقدم شيء. أحيانا يقول لك: أخ، أنا أعمل في الكهرباء، أي شيء بالجامع أنا بخدمتكم. خلاص، قدم شيء، عرض شيء، تقرب إلى الله بهذا الشيء، قدمت عمل. لذلك ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والله في كلمة بقولها ما بعرف مدى يعني قبول عندكم، إذا في شهوة مصر عليها وتعلم أنها لا ترضي الله، وآثرتها على طاعة الله،
اعلم علم اليقين أن الطريق إلى الله مسدود. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والله يأخذني العجب حينما أرى مسلماً يغش المسلمين في البيع والشراء. أين الله أكبر؟ رأيت هذا المال الذي حصلته من هذا الغش، رأيت هذا المال أكبر عندك من الله. نحن حياتنا فيها سلبيات كثيرة جداً. أنت حينما تستقيم تتصل مع الله، وإذا اتصلت أذاقك الله حلاوة الإيمان. سيدنا الصديق ذاق حلاوة الإيمان. أيها الإخوة، يعني هل هناك من شهادة لهذا الصديق الكبير كقوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه إلى آخر الآيات؟ يعني الله ينتظرنا. لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ أخواننا الكرام، هذا شهر البطولات، شهر يحفزك إلى أن تكون بطلاً. من الصباح، شوف، من أصبح وأكبر همه الآخرة شعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. والله حديث شريف قرأته قبل 40 عاماً تقريباً: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. أنت تشتغل بعمل صالح، تشتغل بدعوة إلى الله، تشتغل بخدمة الخلق، تشتغل بأن ترحم من حولك، ولا ترى من الله تأييداً وتوفيقاً ودفاعاً وتقريباً وإكراماً؟ شيء مستحيل. أخواننا الكرام، ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فأخواننا الكرام، يعني الدين مو معقول تكون عباداته شكلية، مو معقول أنت إنسان عادي جداً بس لكن بتصلي. إذا ما لك ميزة تفوق حد الخيال عن غير إنسان ما بيكون إيمانك قوي. أنت إنسان وصلت إلى الله، عرفت الله، اتصلت بالله، استعنت بالله، توكلت على الله، أقبلت على الله، سعدت بالقرب من الله، يجب أن تقول: أنا أسعد الناس. فيا أيها الإخوة، من لم يبلغ هذه الدرجة في رمضان متى يبلغها؟ لما صعد المنبر قال: آمين. قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل فقال: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ فيا أخواننا، فكر صباحاً بعمل صالح. يا رب هب لي عملاً صالحاً أتقرب به إليك. فكر بعمل فيه جهد وما في لك منه أي مردود إلا إرضاء الله عز وجل. فهذا الصديق قدوتنا، يعني أول صحابي سارع إلى الإيمان بالنبي وإلى خدمته
وإلى دعمه وإلى نصرته وإلى إنفاق ماله عليه وتزويجه ابنته هو الصديق. لذلك قال: ما ساءني قط. يعني في أحاديث كثيرة جداً تشيد بهذا الصحابي الجليل، يكفيه أن الله ذكره فقال: سامي اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، إذا كنت مع الله لا تحزن إن الله معك. جرب أن تقيم علاقة وشيجة مع الله، أن تقيم مناجاة كل يوم لله عز وجل. أسأل الله لي ولكم النجاح والتوفيق وقبول الصيام والعتق من النار، والحمد لله رب العالمين.